الشوط العاشر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تعلن انطلاقته منذ لحظات في هذه المكرمه الصخيه المقدمه من سيدي الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ان نهيان، حفظه الله ورعاه ودعمه المستمر لاحياء هذه الرياضه، رياضه الاباء والاجداد. الشوط العاشر الشوط الخاص بالجعادين، ننطلق بالمقدمه وارى سراب محمد بن خليفة المنصوري يفتتح إذاعة هذا الشوط، شاهين يأتي ثانيا لأحمد بن سعيد بن منانة، ننطلق على المركز الثالث وأرى القدوم للعابر بالشعار أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد، رابع التحديات هملول وأحمد بن محمد بن كراز المهيري، من يعلن انطلاقة هملول مع المركز الرابع، خامس التحديات شاهين لمحمود بن حبيب بن محمد الرضا، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نعود مع الصدارة نتابع البداية وأرى سراب، أرى سراب على مقدمة هذا الشوط، محمد بن خليفة المنصوري والقدوم، القدوم والتحديات لشاهين، مسري بن سالم بالعرطي الحميري، من يعلن انطلاقة شاهين مع المركز الثاني، ثالث المراكز سلهود لناصر بن عبد الله بن سالم السعدي، ومع المركز الرابع شعار أحمد بن محمد بن كراز المهيري، النقلة التالية مع المركز الخامس نتابع الأسد لأحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد، ولكن نعود مع الصدارة نتابع البداية في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية، الأمتار المجنونة، يا سلام يا سلام يا سلام، شاهين على الصدارة قاد المجموعة، انفرد بناموسي، هذا الشوط بدأ في التحليق الأخير والهبوط، الهبوط مع خط النهاية، شاهين على الصدارة، مسري بن سالم بالعرطي الحميري، من يعلن انطلاقة شاهين، قفل على مجريات هذا الشوط مبكرا، تهانينا لابو حمد مع هذا الاداء المتميز، سلام يا المرموم سلام، اسعد الله صباحكم مع الاداء الجميل والعرض الرائع اللي قدمه شاهين، تاين المسري بن سالم بالعرض الحميري، المركز الثاني ناصر بن عبد الله بن سالم العمري، المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، حتى المركز الخامس من حينهم لاعضاء خط النهايه، نعود بالتهنئه لمسري بن سالم بالعرطي الحميري على فوز شاهين بالمركز الاول، يقطع المسافه في دقيقتين 15 ثانيه، تهانينا لابو حمد على هذا الاداء المتميز اللي قدمه شاهين.